السلام عليكم طلابنا الأعزاء، طلاب جامعة العلوم. الكتاب تطبيقات مالية محاسبية باستخدام الحاسوب هو مقسم لعدة أجزاء أو عدة فصول. الآن الفصول الابتدائية بتتكلم نظرة عامة على البرنامج الإكسل، بعدين احنا راح نتكلم في فصل من الفصول بتتكلم على الدوام، بعدين في فصل بتكلم على الاستثمار والاختراق والإطلاق، وفي آخر فصل بيتكلم على التحليل المالي. الآن هذا الكتاب بشكل أساسي يعني هو ذكر في البداية طبيعة عمل أو لماذا إحنا نستخدم في المالية نستخدم برنامج الإكسل. البرنامج الإكسل أول شيء من ضمن الخصائص الأساسية له إنه أول شيء هو متوفر في جميع الأجهزة. اي شخص عنده منزل عنده على الجهاز مايكروسوفت اوفيس بكون من ضمن هذه الحزمه. الشيء الثاني هو بالضبط في عنده معادلات رياضيه، وكذلك امر معادلات يعني راح ناخذ معانا عده انواع من الدوال الرياضيه والدوال الهندسيه والدوال اللي بتمكن الشخص المالي من استخدام هذا البرنامج. الآن برنامج الإكس بشكل أساسي ما في شخص من الأشخاص الماليين سواء كان محاسب أو بدرس الإدارة المالية أو حتى بدرس الإدارة بشكل أساسي ممكن يستغني عن برنامج الإكس. برنامج الإكس كذلك أمر من الأمور إنه هو بيتكون من عدة أوراق. راح ناخذ إيش هي الورقة؟ احنا كطبيعة استخدام البرنامج ممكن انه ننشئ اكثر من ورقة، وفي داخل كل ورقة هنالك بيكون معلومات مختلفة. كذلك من الممكن الشركات الصغيرة اللي عدد الموظفين فيها قليل، الشركات المالية الصغيرة من الممكن انها تستخدم برنامج الاكسل كبرنامج اساسي لعملياتها، وسهولة الاستخدام وغير ذلك يعني سهولة التعلم على هذا البرنامج. الآن فقط أنا راح أعطيكم نظرة عامة تقريبا، يعني هو الفصل راح نمشي مع الفصل موضوع موضوع في سبيل إنه إحنا ما نثبت شيء، ولكن هو بنظرة أول فصل بيتكلم بنظرة عامة على مبادئ السياسة في استخدام برنامج الإكسل. لأن بشكل أساسي قبل ما نيجي على هذا ممكن إحنا ناخذ النظرة العامة بهذه الطريقة. بالنسبة لفتح البرنامج بشكل أساسي يعني إحنا في الرايت كليك في الماوس بنظهر نيو جديد يفتح برنامج الإكسل. هذا إحنا فتحنا برنامج الإكسل من البداية. الآن هذا الملف أنا أريد تسميته. كيف أريد تسمية البرنامج؟ أنا بسميه وفقا للحاجة لهذا الاسم. فرضا من الممكن أن ينطلب من عندكم أنكم تسووا واجب من الواجبات وأنك تكتب اسمك مع رقمك الجامعي. تكتب اسمك مثلا فرضا اسم أحمد، رقمك الجامعي هذا الرقم 2024. فرضا هذا هو المطلوب في السؤال. مطلوب أنك تكتب اسم الملف يكون اسمك ورقمك الجامعي. بعد ذلك أنا بفتح البرنامج. الآن كنظرة عامة على البرنامج يا جماعة، كنظرة عامة على البرنامج، البرنامج يتكون من عدة أوامر ومن عدة تصنيفات. يعني أول شيء احنا يعني هذه هي الشاشة الرئيسية للبرنامج. تتكون في عندي شريط أدوات، وكذلك أمر تتكون من ورقة العمل. يعني هذا الحيز من هنا هذا يسمى ورقة عمل. الآن البرنامج بشكل أساسي متكون من عدة أوامر. يعني الأوامر الأساسية اللي في الأعلى بتكون هي حفظ تلقائي أو حفظ. الآن الحفظ هنا أي شخص يستخدم برنامج بينتمي إلى مايكروسوفت أوفيس بيجب عليه من فترة والثانية إنه يسوي عملية حفظ للملف. لأن ممكن
هذا الملف، أنت تشتغل على الملف ساعة، نصف ساعة، ساعتين، وأنت ما حفظت هذا البرنامج أو ما حفظت العمل، من الممكن العمل أن يروح. لذلك أنت كيف بدك تسوي عملية الحفظ التلقائي للملف؟ أنا باجي على ملف هنا بسوي عملية حفظ. باجي على الملف بسوي عملية حفظ، تظهر عندي قائمة منسدلة. هذه القائمة المنسدلة تعطيني متى أو هنا آخر شيء على أكثر، على خيارات، تظهر عندي قائمة منسدلة بختار من عندها الحفظ. هنا حفظ المعلومات الاسترداد التلقائي للجهاز، يعني أنا أريد أن أحفظ كل 5 دقائق أو كل 10 دقائق وهكذا. الآن الأفضل أنك تخلي الحفظ التلقائي من الجهاز كل 5 دقائق، يعني سواء أنت سويت عملية حفظ أو ما سويت عملية حفظ، البرنامج يسوي عملية حفظ بشكل تلقائي. الآن هذا الشريط في الأعلى هو الحفظ. الآن في عندي يعني الأندو، والأندو إذا أنت سويت عملية معينة أو كتبت شيء معين وتريد أن تتراجع، هذا التراجع الأسهم، أو أنك ترجع ل ما وصلت إليه. الخانة التالية هي خانة تخصيص شريط أدوات الوصول. أنت إيش يعني إيش الأمور اللي أنت بتحب إن تنعرض في الأعلى؟ هل أنت بدك حفظ تلقائي، بدك مثلا ممكن ملف جديد، ممكن أنا أضغط جديد، هذا الآن ظهر عندي ملف جديد في الأعلى، أو كذلك الأمر فرس تصاعدي فرس تنازلي حسب الحاجة أنت ممكن تضيف. لذلك أمر أنت ممكن هنا في الأعلى تبحث داخل تسوي عملية بحث، أو إنك تسوي عملية دمج أو تجميد. راح نيجي عليهم هذه الدمج والتجميد. الآن هذا هو الشريط العلوي. الشريط الثاني شريط الأدوات في إكسل. شريط الأدوات كنظرة عامة عن شريط الأدوات، يعني أول شيء إحنا بدنا يكون في عندنا إما ننشئ ملف جديد أو نفتح ملف قديم. الآن لإنشاء ملف جديد فقط أنا باجي على جديد هنا وبضغط ملف جديد، يظهر عندي ملف، يعني يتم فتح ملف جديد. أو إنه أنا ممكن يكون عندي ملف موجود على الجهاز أنا أريد أن أفتحه، باجي على فتح، بختار المكان الموجود فيه الجهاز، بختار المكان الموجود فيه الجهاز، وين عملية البحث مثلا؟ أنا ببحث في المكان الواحد، مثلا ممكن تبحث على هذا المكان أو على أي موقع داخل، يعني ممكن تبحث على الديسكتوب أو تبحث على سطح المكتب. ممكن الملف هذا موجود على سطح المكتب، تختار الملف الخاص فيه وتسوي عملية فتح. كذلك الأمر الثاني هي عملية الحفظ أو حفظ باسم. المقصود حفظ باسم، أنت فرضا ممكن أنه أنت تشتغل على الجهاز مثلا الواجب الأول وطلب منك انه انت تحفظ هذا العمل تبعك، يعني تم فتح برنامج الاكسل وطلب منك انك تفتح، يعني تحفظ العمل هذا باسمك. باجي هنا على حفظ باسم، بحفظ هذا، بختار الموقع فرضا على الديسكتوب، بختار بحفظه باسم مثلا احمد محمد بهذا الاسم مثلا مع الرقم الجانبي وهكذا، بسوي عملية حفظ. الآن لو تذهب للديسكتوب راح تشوف إنه هنا هذا الملف تم حفظه، أحمد محمد. الآن هذا أحمد محمد تم حفظ الملف بهذا الجزء. لا، ممكن أنت ترجع على الملف الرئيسي هذا أصبح إيش اللي إحنا نشتغل عليه أحمد محمد. ممكن إحنا نغلق هذا الملف ونرجع للملف الأساسي بتاع الجهاز.
الأمر الآخر في برنامج إكسل هو الأمر الخاص في، يعني بعد في عندك ملف حفظ، حفظ باسم، في عندك طباعة. الطباعة الآن هنا عشان احنا مش كاتبين شيء داخل الملف، ولكن لعمل طباعة معينة، هذه الحدود الأساسية للورقة في العمل. الآن زي ما هو ظاهر عندكم، الآن في عندي خط متقطع هنا، هذا الخط المقطع هو حدود الطباعة، حدود الطباعة. الآن في شيء مهم يا جماعة، كيف أنا بدي يعني الشاشة أجيبها من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين؟ فأجي على تخطيط الصفحة وتخلي الورقة من اليمين لليسار، هيك أصبحت الشاشة الآن من اليمين لليسار. الخط المتقطع هذا هو بيعطينا حدود الطباعة، يعني فرضا أنا بدي أكتب جدول معين، الاسم والرقم، الاسم أحمد مثلا والرقم 500. الآن لو أنت كتبت مثلا هنا كمان بعد الخط المتقطع الاسم الرقم، لو أنت كتبت راح يظهر معاك في ورقتين مختلفات، لأن هذا الخط هو الخط الفاصل بين الأوراق. لو أجينا على ملف وسوينا عملية طباعة راح يظهر في عندي كم ورقة للطباعة؟ ورقتين. يعني راح يظهر في عندي ورقتين للطباعة. لماذا؟ لأن أنت متجاوز الحد المسموح فيه للورقة الواحدة. الورقة الواحدة هو هذه الفواصل، هذه النقاط المتقطعة. لذلك قبل عملية الطباعة في ملف الإكسل أنت شوف الحدود الخاصة لهذه الورقة، أنت شوف الحدود الخاصة بهذه الورقة. الآن قبل ذلك كذلك أمر، ممكن أنت تسوي عملية يعني تحديد، لما يكون في عندي أنا أكثر من يكون في عندي أكثر من اسم، أحمد، محمد، محمود مثلا، رقمهم 450 350. الآن لما يكون في عندي عملية تحديد، كيف بتتم عملية التحديد؟ يعني أسوي جدول معين بشكل معين، باجي على هذا الخيار، باجي على هذا الخيار وبسوي عملية، بذهب للشريط الأساسي وبسوي عملية تحديد، تحديد الكل، يعني كافة الحدود، إنه تظهر الخلايا عندي، جميع الخلايا بتكون فيها حدود معينة. الآن لو ذهبنا للطباعة، ملف طباعة، لو ذهبنا للطباعة الآن الطباعة راح تظهر عندي بهذا الشكل. ممكن إني أسوي بعض التغييرات على ورقة الطباعة في سبيل إني أجل إعداد الصفحة. يعني ممكن لو تضغط على إعداد الصفحة في الأسفل، لو تضغط على إعداد الصفحة هنا راح يعطيك نوع الصفحة، هل أنت بدك الاتجاه العام للصفحة عمودي أم أفقي؟ إذا كانت عمودي راح تظهر بهذا الشكل العمودي، إذا كانت أفقي فرضا راح تظهر بالشكل الأفقي. يعني هل أنت بدك الصفحة بشكل عمودي أم بشكل بالعرض أم بالطول؟ هذا هو المقصود. يعني هذا أول شيء، أنا لو أجي على عمودي أو أفقي، باجي على عمودي فرضا، حسب طبيعة البيانات أو حسب طبيعة الصفحة اللي أنا بدي إياها، هل عمودي أو أفقي. الآن الهوامش، هل أنت بدك هوامش معينة؟ هل الهامش المسافة تاعت الورقة، الفرق بين الورقة والفراغ، كم بدك الهامش مثلا؟ هنا انت بتحدد الهوامش، مثلا كم بدك رأس الصفحة، كم بدك الجدول اللي يكون بعيد عن رأس الصفحة، مثلا 0.3 او مثلا 0. هنا الآن كل ما زدت كل ما زادت الهامش الخاص او حتى كم الهامش من جهة اليسار او كم الهامش من الأسفل او التدليل او الأيمن. ممكن كذلك أو في خيارات أخرى، ممكن هذه يعني
إذا كان مثلا استزادة، ولكن هذه بشكل أساسي. الآن رأس الصفحة، هل هنالك في رأس صفحة؟ ممكن أنت تكتب مثلا صفحة واحد، أو مثلا رأس الصفحة يكون مثلا سري وهكذا. الآن هنا زي العنوان في أعلى الصفحة، وممكن تضيف أنت الاسم الخاص بهذا الورقة، أو الاسم الخاص بهذا الملف تضيفه على رأس الصفحة. الآن الورقة هون بتكلم بشكل أساسي على نوع الورقة وناحية الطباعة وهذا. هذه الخصائص الأساسية للطباعة. الخصائص الأساسية هي بدك تطبع مثلا على تطبع ورقة على وجه واحد أم على وجهين، طباعة ورقة على وجه واحد أم على وجهين، أم طباعة على كلا الاتجاهين، الاتجاه أفقي أم اتجاه عمودي وهكذا. الآن هذا بالنسبة للملف. كذلك أمر ممكن إنك يعني تشارك هذا الملف، تشاركه مع على الجوجل، على الوين درايف. ممكن إنك تشاركه على الوين درايف مع مجموعة من الموظفين مثلا داخل الشركة، أو مجموعة من الطلبة، في سبيل إنه كل الطلبة ممكن يشتغلوا على ملف واحد، وأي تغيير على الملف يظهر عند الجميع. لأن هذا يعني هذه المعلومات الأساسية على البرنامج بالنسبة للملف. لما نيجي على ورقة العمل، لأن هذه هي تعتبر تسمى ورقة عمل. ورقة العمل تتكون من خلايا وأعمدة، لأن هذه الأشكال تسمى صفوف. بشكل صف هذا تسمى الصف، يعني كذا واحد صف واحد صف اثنين. أما الشكل العلوي هذا يسمى عمود. التقاء الصف مع العمود يسمى خلية. التقاء الصف مع العمود يسمى خلية. الآن الخلايا في إكسل يعني ممكن يعني تكون عندي خلايا بألوف، وكذلك أمر ألوف الصفوف وألوف الأعمدة. يعني أنت ممكن يكون معي أرقام كبيرة جدا، أمكن في كل ورقة من الورقات أنا ممكن يكون في عندي ألوف الخلايا وألوف الصفوف. لأن الورقة هنا زي ما أنتم ملاحظين هنا شيت واحد، هذه تسمى ورقة عمل. هذه تسمى ورقة عمل. ورقة العمل أنا ممكن يكون عندي يعني لو في الرايت كليك في الزر اليمين للماوس، أول شيء ممكن أسوي عملية إدراج لهذه الورقة، إني أنا أدرج ورقة معينة. يعني أنا عملية إدراج إنه أنت سويت ورقة عمل جديدة. هذا هو المقصود، إنه أنت زي ما ملاحظين ظهر عندنا شيت واحد اللي إحنا الورقة الأساسية اللي كنا نشتغل عليها، وتم إدراج ورقة جديدة. أو ممكن إنه أنت تغير إعادة تسمية. فرضا الورقة هذه أنت بدك تسميها بالرواتب مثلا، رواتب الموظفين، أو بدك تسميها القروض. هذه كلها ورقة معينة. ممكن كذلك أمر الورقة تسوي لها حماية، تسوي حماية للورقة من مثلا حماية من تنسيق الخلايا، تنسيق الأعمدة، تنسيق الصفوف، إدراج أعمدة. لكل هذه الأمور لو اخترتهم أنت وتسوي باسورد، الآن أي شخص جديد ما راح يقدر يغير على هذه الورقة إلا مع وضع كلمة المرور. يعني بهذه الطريقة يعني أنت ممكن تحددهم كلهم. ممكن أنك تحدد هذه الأمور كلهم، ممكن تحط الباسورد مثلا 1 2 3، بعدين يعني أسوي عملية موافق، لأن أطلب الباسورد مرة أخرى 1 2 3، أسوي عملية موافق. لأن لو بدي أجي أغير على هذه الورقة ما راح يتم عمل يعني تغيير عليها، لأن هذه الورقة أصبحت ورقة محمية. لفك الارتباط يعني لفك الحماية باجي على هذه الورقة وبكتب إلغاء حماية الورقة. إلغاء حماية الورقة بكتب الباسورد 1 2
3. الآن من الممكن أني أكتب في هذه الورقة، هذا واضح يا جماعة؟ هل أحد عنده سؤال لغاية الآن؟ إذا عندكم أي سؤال معين ممكن تكتبوا في الشات، ممكن تكتبوا في الشات أو تسألوني أنا مباشرة على اللقاء. لأن يا جماعة زي ما حكينا، التقاء الصف مع العمود تسمى خلية. الخلية الآن ممكن إني أسوي عملية، الآن هذا الشريط العلوي يسمى شريط الأدوات، ممكن إني أسوي عملية يعني نسخ وإلصاق، نسخ وإلصاق، وممكن إني أسوي عملية حذف. هذا المقص الصغير هنا إيش بيسموه؟ قص. هنا عملية نسخ ومع عملية لصق. أنت الآن ممكن في عملية ممكن تختار خليتين مثلا أو 3 خلايا وبتسوي، يعني ممكن تفعل لهم قص وتسوي نسخ في مكان آخر، أو ممكن تسوي عملية نسخ وعملية لصق. الآن في شيء مهم في النسخ واللصق، لما يكون في عندي مثلا مجموعة أرقام بالشكل الطولي، أنا بدي أسويهم بالشكل العرضي، يعني مثلا هي هذه الأرقام من 1 ل 6 مكتوبة في الملف بشكل طولي، أنا بدي أسويهم بشكل عرضي، إيش بسوي؟ باخذ يعني في الزر الأيمن نسخ. الآن هنا بختار 6 خلايا وباجي بسوي عملية لصق، ولكن اللصق الآن زي ما انتم لاحظين يجي بشكل عمودي وليس بشكل أفقي. الآن الخلية، أنا لما أسوي عملية لصق لهذه الخلية أو نسخ لهذه الخلية أو أي شيء لهذه الخلية، الكتاب راح يحمل لكم إياه إذا مش موجود في الموقع، على الأغلب راح يحمل لكم إياه في الموقع. لأن يا جماعة الخلية هذه كما تلاحظون هنا الخطوط المتقطعة هذه تسمى خلية نشطة. الخلية النشطة لما يكون هنالك أي معادلة أو أي دوال، هذه الخلية تصبح نشطة، هذه تسمى خلية نشطة، بيكون هنالك عمل خاص. فقط لو تضغط على Escape يعني في الكورنر بتاع الكيبورد بيذهب يعني تظليل هذه الخلية. من ممكن كذلك أمر يا جماعة يكون في عندي أكثر من الاسم، الرقم، العنوان مثلا، وفي عندي القرض. الآن هذه الأمور الأساسية، إذا كان هنالك خلية من الخلايا لها ميزات مختلفة عن الخلية الأخرى، فرضا أنا أريد العنوان هذا الاسم يظهر بلون معين برقم معين يعني خط معين، والخلفية تكون باللون الأصفر والخط يكون باللون الأحمر فرضا. لأن هذه الخلية أنا أريد كل خلايا العنوان أن تصبح بهذا التنسيق، ماذا أفعل؟ باجي على الرايت كليك، اضغط على هذه الاشاره، هذه الاشاره تسمى نسخ التنسيق، باجي انسخ التنسيق، ثم الان الخليه الاسم اصبحت خليه نشطه، وظل ال3 خلايا التي اريد ان اغير تنسيقها، الان اصبحت هذه الخلايا بالتنسيق الموافق لتنسيق الخليه السابقة، وهكذا. ممكن أي خلية من الخلايا أن تتغير من الخط، نوع الخط، وكذلك أمر الخلفية ولون الخط. أمر آخر، إذا كان خلية كبيرة جدا عندك، خلية مثلا الاسم هذا، من الممكن أن أنت تصغر من الخلية على هذه الإيه، في هنالك إيه زي سهم للأسفل أو إيه سهم للأعلى. الايه سهم للاسفل مقصود فيها انه انا اخلي الخط ايش
اقل. الاي السهم للاعلى، الاسم يعني الخلية تصبح ماذا؟ تصبح اكبر. من الممكن كذلك امر هذه الخلايا اختار لهم عنوان، يعني نوع خط معين. اي نوع خط ممكن يعني تستخدم اي نوع خط، ممكن تهامة او تايمز نيو روما. هذا بالنسبة للخلايا. الآن الخلية بشكل أساسي، أي الخلايا من الممكن أني أختار لها تنسيق معين، إما مجموعة خلايا أو خلية معينة. إذا مجموعة خلايا، إذا كنت أريد الخلايا تظهر عندي بالوسط، أختار على هذا الوسط أو أقصى اليمين أو أقصى الشمال بالنسبة للداتا. فرضا نريدها من الوسط، هنا الوسط. الآن إذا كان مثلا من اليمين للشمال أو من الشمال لليمين. الآن كذلك هنا جماعة، هذه الإشارة هي اتجاه نص من اليسار لليمين أو من اليمين لليسار. الآن النص هل إذا كان من اليسار لليمين كنص أم من اليمين لليسار؟ من الممكن كذلك أمر يكون في عندي دمج لأكثر من خلية. دمج لأكثر من خلية. الآن في عندي 3 خلايا متناسقة، أنا بدي أسوي عملية دمج، فأجي على هذا دمج وتوسيط. الآن 3 خلايا الآن أصبحوا خلية واحدة، مثلا الاسم، الرقم، العنوان، القرض، الكفيل. فرضا تكتب الكفيل يكون في الشخص عنده 3 كفلاء، الكفيل الأول، الكفيل الثاني، الكفيل الثالث، وهكذا. لأن هنا يكون في عندي عملية دمج. وممكن الدمج اني اسوي عمليه الدمج من الاعلى، هنا بحث اجو تيجي عندي دمج وتوصيل. الان هذه عمليه الدمج. الامر الاخر اللي ممكن يكون في عندي تنسيق كجدول. الان هنا في عندي عده امور للتنسيقات للجدول. ممكن اختار هذا الديفولت الرقم مثلا لهذا العمود، او انه يكون في عندي جدول معين. انا اريد ان اسوي جدول معين، اضغط كتنسيق كجدول، اختار الشكل المعين لهذا التنسيق واختار منه يظهر بهذا الشكل العمود، ويتم اضافة عامل التصفية وهكذا. العمود الأول، العمود الثاني، والعمود الثالث، وهكذا. كذلك أمر ممكن يكون في عندي عملية يعني إدراج أو تنسيق معين، أو الجمع. راح نأتي على الجمع والطرح يعني الوسط والوسيط وهذه الأمور، راح نأتي على هذه الدول. كذلك أمر ممكن يكون في عندي عملية فرز لهذه الخلايا. الفرز من يعني مثلا من يكون من الألف للياء أم من الياء ألف. إذا أنا أردت أن أفرز من الألف للياء أو من الياء للألف، بسوي عملية فرز. لأن هنا عشان اللغة، ممكن اللغة غير عربية، ولكن الفرز ممكن يكون بهذه الطريقة. الأمر الآخر أريد أن أدرج شيء لهذا النص. من الممكن أن أريد أن أدرج شكل معين، من الممكن أريد إدراج شكل معين. إدراج الشكل بيتم تحليل الجدول كامل، ثم بعد ذلك اختيار الجدول الأفضل. يعني فرضا أنت بدك بالشكل بهذا الشكل أم بهذا الشكل أم بهذا الشكل، وفقا للبيانات المطروحة في الجدول. الآن تم عملية الإدراج. ومثلا أحمد عليه قرض فرضا 500 دينار، محمد القرض تاعه 450، محمود القرض تبعه 380، وهكذا. الآن تم عملية إدراج لهذا
الجدول ممكن يكون الجدول بهذا الشكل أو بهذا الشكل حسب الحاجة، أو ممكن يكون ليس فقط بناء على يعني أشكال، ممكن يكون برسم رسومات توضيحية، أو يكون على شكل دائري أو مثلث وهكذا، حسب الحاجة. أنت ممكن أنك تسوي عملية الإدراج، يعني هذا الشكل المدرج في هذا. الآن الأمر الثاني هو عملية تخطيط الصفحة. تخطيط الصفحة يعني من أهم الأمور في تخطيط الصفحة هي الورقة من اليمين لليسار أم من اليسار لليمين. الآن بالنسبة للإدراج، كيف الإدراج؟ أنا فقط بكون في عندي، يعني بكون في عندي الآن هذا الجدول ظاهر عندي، مثلا هذا القرض 500، هذا القرض 550، هذا القرض 600. الآن عملية الإدراج، أول شيء لازم أني أحدد الجدول كامل. بحدد الجدول كامل، بعدين بروح على إدراج، وبتم إدراج الشكل المراد. ممكن أنت تختار شكل بهذا الشكل أم بهذا الشكل حسب طبيعة البيانات. يعني أنت ممكن تختار إدراج مثلا بشكل ثلاثي 3D، أم بشكل ثنائي الأبعاد أم ثلاثي الأبعاد وهكذا. فلو أنت اخترت هذا الشكل، الآن هذا الشكل أصبح أحمد مثلا، أنا بعرف من هذا الشكل أنه أحمد عليه قرض 500 ساكن بالحديدة، محمد عليه 450 ساكن بتعز وهكذا. أو ممكن أن أدرج شكل آخر، بيتم إدراج شكل آخر وهكذا. وهذا الجدول من الممكن أنه أنت تضيف بيانات أو أنك تحذف بيانات منه. يعني مثلا أنت المحاور الأساسية ممكن موجودة، ولكن من الممكن في بعض الأمور أنت ما بدك تظهر المبلغ أو محمد، تحذفه من هذا الجدول وهكذا. الآن عند الأمر الثاني هو عند تخطيط الصفحة. تخطيط الصفحة هو أول شيء جعل الصفحة من اليمين لليسار أم من اليسار لليمين. الآن هذه الصفحة من اليمين لليسار، إذا تريدها من اليسار لليمين تضغط على هذا ورقة من اليمين لليسار لليسار لليمين. الأمر الآخر، الصفحة هل تريدها الاتجاه العام للصفحة، هل تريده عمودي أم تريده أفقي؟ هذا اللي يعني مر معنا في البداية. العمودي تظهر معنا الصفحة بهذا الشكل، كما تلاحظون هنا الخط المتقطع أصبح بهذا الشكل. أما إذا الاتجاه العام كان أفقي، تصبح معنا الورقة بالشكل الأفقي. هذا يظهر معنا عند عملية الطباعة. الآن كذلك أمر، يعني إذا كان هنالك تريد هوامش معينة، يتم إضافة الهوامش أو ألوان معينة أو خطوط معينة أو تأثيرات إذا كان هناك أي تأثيرات أخرى. الآن الصيغ، راح نأتي للصيغ الآن. البيانات يعني ممكن زي ما مر معنا، ممكن أنك تسوي عملية فرز من أسفل لأعلى أو من أعلى لأسفل. كذلك أمر ممكن يكون في عندي عملية حماية الورقة أو حماية مصنف. حماية الورقة أنك تحمي الورقة كاملة. في البداية احنا شرحنا حماية الورقة، هنا ممكن تحمي الورقة بشكل كامل. هنا العرض بشكل، يعني طريقة عرض البيانات داخل الصفحة. أنا يا جماعة، يعني هذا ممكن هذا الفصل الأول تقريبا للكتاب يتكلم عن هذه الأمور، شريط العنوان، شريط القوائم. ممكن كذلك أمر هذا هنا أسفل الصفحة، من الممكن أنك تتبدل بين الـ يعني من الـ البيانات أسفل الصفحة، أو حتى إذا كان تريد أعلى الصفحة تظهر لهذا للأعلى وهكذا من هنا.
هذا تقريبا احنا نمر على الكتاب. هذا الكتاب ذكروا فيه في البداية، هذه منطقة العمل، تبدأ بـ A وتنتهي بـ X F D. هذه ورقة العمل، يعني هنا هذه ورقة العمل، تبدأ معنا في A، آخر ورقة الـ X F D. الآن ورقة العمل يكون في عندنا، تبدأ بالصف الأول وتنتهي ب 10,000 مية تقريبا، 1,048,576 صف موجود فيها. هذه ورقة العمل، ورقة العمل هذه يعني ضخمة جدا. الآن الشريط الرأسي من ناحية اليسار والورقة العمل. بالنسبة لأوراق العمل، أوراق العمل ممكن أنت تنشئ ورقة عمل، يعني ممكن تنشئ ورقة عمل جديدة مع الضغط على إشارة الزائد هنا، أو إنك إذا أردت أن تضغط يعني ورقة عمل، بعض الأحيان يظهر عندك بعض الأعمال أنت بحاجة لتغييرات بسيطة على ورقة العمل. ماذا تفعل؟ باجي على القروض هنا فرضا، باجي في الزر الأيمن، أكتب على نقل أو نسخ. الآن تظهر عندي كل الأوراق الموجودة في هذا الملف، بضغط على القروض، بسوي عملية إنشاء نسخة هنا، بسوي عملية موافقة. الآن أصبح عندي ورقة القرض ورقتين، يعني في ورقة القرض الأساسية وفي عندي ورقة ثانية من ممكن أنا أسويها، أعيد تسميتها بالقروض لمثلا مدينة معينة حسب الحاجة. هذا بالنسبة لورق العمل. أنت ممكن تضيف ورقة عمل مع أكثر من ورقة عمل. لأن ورقة العمل بشكل أساسي من الممكن إنه ورقة العمل يكون هنالك ربط بين ورقات العمل. الربط كيف الربط؟ مثلا إنه أنت بدك هنا أنت مسوي القروض في تعز، وهنا الورقة القروض بشكل عام. الآن القروض في تعز، باجي مثلا أخذنا هذا الصف، هذا الصف الآن كوبي، نيجي هنا على نسوي بيست هنا مثلا، هنا إنه بأسوي عملية ربط بين مثلا محمد، هذا القرض تبعه 550، بدي أسوي عملية ربط بين هذا الورقة والورقة الأخرى، إنه مثلا في هذا الورقة فقط بسوي عملية يساوي على العنوان مثلا، بسوي عملية يساوي، بروح على الورقة في القروض الأساسية وبسوي باجي على هذه الورقة. الآن هنا أصبح ربط بين الورقتين. أي تغيير على الورقة الأولى، يعني هنا غيرنا هذه الورقة، راح يتم التغيير عليها. يعني ممكن نسوي ارتباط بين الأوراق. الآن هنا بدائل من فتح ملف قديم. فتح ملف القديم، يعني أنت ممكن زي ما مر معنا تروح على فتح، تفتح الملف القديم، أو مثلا ممكن كنترول أو، تيجي على كنترول أو تضغط هذا، بظهر عندك كل الملفات الموجودة قديمة. حفظ الملف زي ما مر معنا ان انت ممكن تحفظه، او حتى تحفظه بحفظ باسم. الان توجد اكثر من طريقه اغلاق الملف. اغلاق الملف ممكن انت يعني تحفظ بعدين تسوي عمليه اغلاق، او كنترول اف 4 تسوي عمليه اغلاق لهذا الملف. بخصوص ورقه العمل كذلك الامر، انت ممكن تتنقل بين ورقات العمل، يعني تنقل بين ورقة عمل وتنقلها لمكان المراد هكذا. يعني هنا هذا القرض، تنقل ورقة العمل حسب الأهمية فرضا في ورقة العمل. هذا الجداول بشكل أساسي، ممكن تكتب جداول. الآن برنامج الإكسل يا جماعة بيشتغل بناء على يعني
عدة أمور. من الممكن إحنا نسوي برنامج يساعدنا، يعني بعض المهام تساعدنا في كتابة الجدول. فرضا إنه كان في عندي الرقم، في عندي الاسم، في عندي المدينة، وفي عندي القرض. أول شيء مثلا أنا الرقم عندي، مثلا في عندي 25 عميل. أنا مش ممكن إنه أجي على رقم واحد اثنين يعني كلهم أظل أعد لغاية 25. ماذا أفعل بهذه الحالة؟ فقط أظلل أول خليتين، الخلية الأولى والثانية، بعدين في نهاية الخليتين الثنتين بسحب لغاية رقم كم؟ مثلا 50. الآن أنت لاحظت إنه صار في عندي كم؟ رقم 50 رقم بضغطة واحدة. أو ممكن إنه يكون مثلا أنا في عندي رقم واحد اثنين، أو مثلا نفس الرقم، يعني أنا بدي أسحب نفس الرقم لسنوات مختلفة، بسحب بنفس الرقم بهذا الرقم. ممكن يكون بشكل أفقي أو بشكل عمودي، يعني بشكل أفقي أو بشكل عمودي. الآن بشكل عمودي زي إيش؟ مثلا أنت تكتب الشهور، مثلا جان، مثلا جان يوري، فبريوري، الشهور جانيوري فبريوري، تمسك الشهرين بتظللهم مع بعض ثم تسحب ل نهاية مثلا لأكتوبر. شايفين الآن جانيوري فبريوري مارش ابريل ماي جون جولاي اوغست سبتمبر اكتوبر. الآن بضغطة زر واحدة الأمور تكون يعني سهلة. هذه الوضع في هذه الحالة. الآن بالنسبة للجدول، ممكن مر معنا هنا في طريقة إنشاء جدول معين. ممكن يكون في عند الرقم الاسم يناير فبراير مارس ابريل ماي جون. ممكن أنت كذلك الأمر في اللغة العربية تكتب يناير، ممكن هنا تكتب يناير فبراير، فبراير الآن يناير فبراير، ظلل الثنتين مع بعض الخليتين مع اسحب. على ما أعتقد هنا ممكن اللغة العربية غير موجودة، ولكن لو كان اللغة الإنجليزية كان بسحب لنهاية السنة. هذه الحدود اللي تكلمنا عليها، احنا ممكن إنه نضع بعض الحدود ونسوي عملية تنسيق للجدول مع يعني مع الورقة. كما مر معنا في البداية عند الطباعة، احنا بنحدد الطباعة إلى أي، لأن المسافة يعني الأجزاء اللي تيجي بعد الخط المتقطع هذا راح تطبع ورقة أخرى وهكذا. لذلك الحل إنه أنت تقرب فيما بين الخلايا، يعني تسوي عملية تقريب فيما بين الخلايا. الآن في بعض الحالات يا جماعة، في بعض الحالات بتكون الخلية الواحدة فيها كلام كثير. مثلا لو كتبت أنت جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة العلوم والتكنولوجيا، الآن هذه جامعة العلوم والتكنولوجيا جاية بخلية صغيرة. كيف بدك يعني طريقة تكبير هذه الخلية؟ فقط في الأعلى هنا بضغط مرتين تصبح الخلية هذه يعني مساحة الخلية تتوسع. يعني أي عنوان عندك، فقط سواء كان مثلا هذا محمود، محمد، أحمد، وهكذا. إذا كان عندك سواء كان بالأفقي أم بالعمودي، أنت ممكن فقط تضغط ضغطتين على الخلية والخلية تتوسع. الآن بالنسبة للأسماء، ممكن يكون في عندك أكثر من اسم، وحتى التحديد لهذه الصفحة. مثلا ممكن يكون في عندك اسم أحمد، محمد، مثلا محمود، وهكذا. المدينة حسب المدينة،
هنا القرض. الآن إحنا في هذه الحالة إحنا أعطينا جدول معين، بعد عملية إعداد الجدول ننتقل للطباعة، وهذه الخصائص الخاصة بالطباعة يعني نفس ما تكلمنا عليه في بداية المحاضرة، هي طريقة الوصول للخاصية الأفضل للطباعة. هل أنت بدك الطباعة تكون في الوسط أم بدك الطباعة تكون في يعني في أعلى أم أقل؟ كذلك أمر من الممكن يكون هنا العملية الخاصة في الخطوط، أنك تختار الخط الخاص، يعني ممكن هنا أنك ممكن تحدد خلية كاملة، تحدد هذه الخلية، والخلية الكاملة أنت بدك فيها خط معين بخط معين، وبالخلية تكون الخط ساحة بدرجة خط أكبر، وهكذا. هذا هو المقصود بهذا الكلام. الآن هنا الحذف والإضافة، الآن من الممكن أنت خلال العمل أنك تضيف عمود معين أو تضيف صف معين. الآن لإضافة صف معين باجي على هذه الخلية وبسوي عملية إدراج، لأن سيتم إدراج خلية، سيتم إدراج صف قبل الصف المراد إدراجه. أما في حالة إدراج عمود فأجي لهذا العمود بسوي عملية إدراج، وهكذا. جماعة الأمور واضحة لغاية الآن؟ هل عندكم أي سؤال لغاية الآن يا جماعة؟ هل أحد عنده سؤال يا جماعة؟ تمام. الآن هنا الإضافة، و الآن الأمر الآخر تثبيت عناوين الأعمدة. الآن عمود معين مثلا أنا بدي أسوي له عملية تثبيت، أو عمود أسوي له يعني فريز بيسموها تثبيت. كيف أسوي عملية التثبيت؟ باجي على هذا العمود، مثلا باجي هنا على التنسيق، على تنسيق الجدول، على مش هذا الحين في الأعلى، باجي عملية تجميد، تجميد الأجزاء، بسوي عملية تجميد لهذه الأجزاء العلوية. زي ما هنا مثلا جامعة العلوم والتكنولوجيا الاسم أصبح مجمد، أو حتى ممكن إنك تسوي عملية تجميد لمين؟ لا تجميد الصف العلوي أو العمود الأول، ممكن تجمد العمود الأول يكون يعني ما العمود الأول يكون غير متحرك، وهكذا. الآن هذا إضافة الأعمدة، هذه المخططات البيانية، لما يكون في عندنا جدول معين أنا بظل الجدول كامل وبروح على إدراج، ومن إدراج بسوي عملية الإدراج. حماية الورقة كذلك، أنا راح نتكلم كيف إنه نحمي ورقة معينة. هنا حماية المصنف، حماية الورقة بشكل كامل. الآن هنا يعني هنا العبارات، في عندنا بيانات رقمية، هي بيانات تحتوي على أرقام، كمثلا تكون أرقام 1 2 3، أو ممكن تكون بيانات نصية، بيانات تحتوي على حروف، كأن تكون مثلا حروف أو كلمات أو جمل، أو تظليل. التظليل مقصود فيه أن أظلل الخلية أو أظلل جدول، أو ممكن أمسح، أو ممكن يكون في عندي نقل. الآن التظليل زي هكذا، ممكن هذا أنا أظلل جدول، هذا أسوي عملية نسخ، أسوي عملية نسخ، هذا هو التظليل. الآن هذه الخلية تسمى خلية نشطة، ممكن أروح للورقة الأخرى وأسوي عملية لصق، يعني ممكن أسوي عملية لصق لهذه الورقة الأخرى.
هذا هو التطبيق. الآن تنسيق خلية هو تعديل مظهر الخلية بشكل أساسي، مثل تلوين بيانات، تلوين خلايا ومحاذاة البيانات، تحكم في أشكال أرقام وأنماط، وضع الحدود، نسخ المحتوى، نسخه من مكان لمكان، نقله. النقل ممكن نسوي عملية كت بيس، يعني ممكن هذا الملف كامل أسوي له عملية قص وأنقله للورقة الأولى، أسوي له عملية قص وأنقله للورقة الأولى. مسح الخلية عملية الحذف، هذا هو يعني الوحدة الأولى. تتكلم بشكل عام عن برنامج الإكسل. لأن الأمر الوحدة الثانية في الكتاب تتكلم على الصيغ والدوائر في برنامج إكسل. برنامج إكسل هو من البرامج يعني اللي ممكن نحن نستفيد فيها بشكل كبير في الأمور الرياضية، في أمور. برنامج إكسل هو يعني من البرامج اللي نحن ممكن نستفيد فيها في الأمور المالية، وكذلك أمر في الأمور الحسابية. الآن لكي اللغة اللي بفهمها البرنامج لعمل أي دالة من الدوال، أو لعمل أي مسألة من المسائل، إحنا ممكن يعني هنا كيف راح يكون تفسير الشرح؟ اللقاء هذا عن أول وحدتين، اللقاء الجاي راح نتكلم عن الاستثمار والقروض، اللقاء اللي بعده راح نتكلم على التحليل المالي، اللقاء الأخير راح يكون مراجعة عامة. أنتم بعد ما تاخذوا الكتاب كامل، اللقاء الأخير بيكون في عندنا زي مراجعة عامة لأي استفسارات أو أي ملاحظات من قبل الطلبة. وممكن إذا إحنا ما انتهينا خلال المحاضرة الثانية والمحاضرة الثالثة نكمل مع في اللقاء الأخير وهكذا. لكن اليوم راح ناخذ الوحدة الأولى. الكتاب بتكمل يعني راح ناخذ الوحدة الأولى إن شاء الله، الوحدة الثانية ممكن جزء كمان من الوحدة الثالثة. الآن الوحدة الثانية بتتكلم بشكل أساسي على الصيغ والدوال في برنامج إكسل. الآن قبل ما أروح للوحدة عشان ناخذ صورة عامة عن هذه الوحدة، هذه الوحدة بشكل أساسي بتتكلم على الصيغ. الآن لكتابة أي صيغة يفهمها البرنامج يجب أني أسوي أول شيء عملية يساوي، في سبيل أني أعرف الصيغة داخل البرنامج. يعني مثلا أنا بدك تسوي صيغة، يعني عملية جمع، عملية طرح، عملية قسم، عملية ضرب، أو إنك إدخال دالة معينة من الدوال، قبل ذلك أنت لازم تسوي عملية جمع. الآن هذا فرضا إحنا في عندنا بيانات معينة، هذه البيانات المعينة كمثلا الرقم، أعطيكم الشغلات مثلا احنا في عندنا رقم هنا، في عندنا الاسم، القرض، النسبة. الآن فرضنا في عندي من رقم واحد لرقم 10، كيف أسوي؟ يجب أظلل من رقم واحد لرقم 10. الآن هذه الخلية أنا بدي إياها نفس الخلية اللي في الأعلى، أجي على النسخ، هذا النسخ المنسق، وبختار إن كل الخلايا تكون نفس التنسيق، أختار لرقم 10. الآن الاسم اللي يكون في عندي أسماء مختلفة، مثلا أحمد، محمد، محمود، فرح، سارة، إيمان، تسليم مثلا، وليد، محمد أحمد مثلا، وآخر شيء يحيى.
لأن هذه الأسماء الفرض على كل واحد فيهم، فرضا هذا عنده قرض 250 ريال، هذا عنده قرض 550 ريال، هذا عنده قرض 950، هذا عنده قرض 450، هذا عنده قرض 850، 950، 1000، 1000، هذا 1150، 1250، 1500، هذا فرضا عنده قرض 1500. الآن نسبة القرض عليهم، نسبة النسبة هي مثلا 5% للجميع، 5%. الآن يا جماعة، عشان يعني احنا قبل ما نسوي الجدول ونسوي الدوال، لازم نعرف انه لكل خلية من الخلايا لها خصائص. فرضا هذه الخلية انا بدي اياها رقم، هذه الخلية فرضا انا بدي اياها كلام، ما بدي اياها ارقام. ايش بسوي؟ باجي على الخلية هذا بظللها، بروح على تنسيق الخلايا، يجب انسق الخلية. تنسيق الخلايا فرض انا يعني ايش الامر الخاص لهذه الخلية. انا بدي هذه الخلية ما يعني ما يكون فيها ارقام، بديها فقط كلام، او مثلا هذه الخلية رقم، او هذه الخلية عملة معينة، او هذه الخلية محاسبة، او هذه الخلية تاريخ معين، او هذه الخلية وقت معين. فرضا هذه الخلية انا بديها تاريخ، لو ضغطت على تاريخ موافق راح يتغير عندي راح تتغير عندي الخلية. لماذا؟ لأن هذه الخلية فقط يعني أنا خصصتها منذ البداية إنها تقبل الأوراق، تقبل فقط إيش؟ التاريخ، يعني ما راح تقبل أي صيغة إلا صيغة تاريخية. هذه الخلية مثلا أنا أريد أن أحددها في تقبل في رقم معين أو عملة معينة، هذه الخلية أنا أريد أن أحددها لها نسبة معينة، وهكذا. لأن هذه الخلية احنا حددناها كتاريخ، أنا كيف بدي أحددها كرقم؟ برجع بسوي عملية تنسيق، بختار إيش؟ الرقم، إنه أنا بدي الرقم من غير أي منازل عشرية، بسوي عملية موافق. الآن هذا الخصائص بسوي يعني بختار النسخ لباقي الخلايا في سبيل أنه باقي الخلايا تعطيني نفس الرقم. الآن هذا كذلك أمر الاسم. الآن القرض ممكن أنه أنت تدرج مثلا إذا بدك خانات عشرية، منازل عشرية مثلا، ما بدك يظهر بال 250 لحالها، أو أنت بدك تضيف عملة معينة، أنه هذا العملة أنا بدي إياها بالدولار الأمريكي، أو مثلا العملة هي بدي إياها بالريال، أو عندي إياها بالدينار، وهكذا أنه تظهر بالدولار. أنا باجي هنا على الرمز، بختار العملة المراد، بختار العملة المراد ظهور القرض فيها، فرضا هي العملة الدولار فرضا. بعدين بسوي إذا تريد منازل عشرية، هذه المنازل العشرية، وها موافق. الآن بنفس الآلية أنا باخذ له لباقي الخلايا، بسوي عملية نسخ متناسب. بعد ذلك بالنسبة للنسبة، هنا النسبة هذا يعتبر رقم، أنا أريد أن أغير نسبة معينة، باجي على تنسيق خلايا، باجي على أريدها نسبة مئوية، أنا أريدها نسبة مئوية. الآن هذه النسبة المئوية فقط أريد أن أسوي إيش؟ تظهر عندي يعني المفروض انها تظهر 5%، او ممكن يظهر في الاعلى نفسه، في الاعلى يكون على شكل رقم او على شكل نسبة مئوية. بهذه الطريقة انا بسوي عملية، بهذه الطريقة انا بسوي عملية يعني تنسيق الخلايا، لان تنسيق الخلايا مهم جدا. قبل ما تشتغل على الإكسل لازم تعرف طبيعة كل خلية من الخلايا، وطبيعة الخلية هذه إيش المعلومات اللي داخل الخلية، هل هي معلومات تاريخية، هل هي عملة، هل هي مثلا بدك وقت معين، هذه الخلية خاصة بوقت معين، يعني ممكن تكون هذه الخلية بوقت. هنا تنسيق خلايا، باجي على هنا التاريخ، ممكن هذه العملية تاريخية، أو ممكن تستر، أو خانة علمية، أو نص
هذه الخلية فقط نص مثلا، لو ضغطنا على هذه الخلية نص وضعنا رقم ما تزبط، يعني ما بزبط الكلام داخلها، يعطينا هنا إشارة خضراء. إيش المقصود فيها؟ إن هذه الخلية فيها مشكلة وهكذا. الآن هذه أغلب يعني هذه الأمور الأساسية اللي لازم نعرفها قبل ما نروح على الدواء والأمور الأساسية. برنامج الإكس الآن في عنده كثير من الدواء، وفي عنده كثير من الدوال هذه هي يعني صيغ رياضية، وهذه الصيغ الرياضية بيتم حلها عن طريق معادلات، وهذه المعادلات بتكون معادلات يعني معروفة. الآن للوصول لهذه الدوال أنا ممكن أجي هنا للصيغ، أجي أكتب هون في الأعلى الصيغ، أنت تشوف هنا إيش في عندك. أول شيء اف اكس إدراج حالة، إدراج الدالة، أو هاي عملية الجمع. ممكن تعطيك هنا المجموع، المتوسط، عدد الأرقام، الحد الأقصى، الحد الأعلى، وهكذا. أو ممكن أنت تختار الدوال المالية أو الدوال المنطقية. الدوال المنطقية زي دالة اف، راح ناخذ عليها مثال عن دالة اف، لأن هي الكتاب أعطى مثال على الاف، وأعطى بعض الأمثلة على الدوال المالية. يعني هو في الأساس إحنا راح نستخدم في الأساس الدوال المالية، وفي الدالة المنطقية، في دوال خاصة للتاريخ والوقت. يعني مثلا أنت لما تعرف التاريخ اليوم تجي على دالة التاريخ والوقت تجي ديت. ممكن أو في دالة معينة هي دي تو دي دي التاريخ اليوم، يعني من التاريخ اليوم 3/2 2000 تاريخ والوقت. ممكن في عندك دوال خاصة للبحث، في دوال خاصة للمثلثات والرياضيات، وفي دوال إضافية. الدوال الأساسية الآن، الدوال الأساسية اللي موجودة في الكتاب هي الدوال الخاصة به. تمام. الآن بالنسبة للقرض، هنا النسبة مثلا أنت إذا تريد أن تعرف نسبة الفائدة، فرضا أنت تريد أن تعرف نسبة الفائدة. الآن كما قلت لكم سابقا، الخلية هي بتشتغل بناء على اليساوي. ممكن تكون مثلا نسبة الفائدة هذه الخلية، كيف أعرف نسبة الفائدة على كل قرض من القروض؟ أكتب يساوي القرض ضرب النسبة، يعني هنا القرض هذا ضرب النسبة. أنا لما أحدد هذه النسبة تصبح خلية نشطة، القرض ضرب النسبة بيعطيني كم؟ يساوي القرض ضرب النسبة. مشكلة معي، يمكن هذا هنا 5% يساوي ممكن فقط نشيل العملة من هنا، إنه ما في عملة معينة، يعني الأغلب يساوي ضرب، نحول المشكلة هنا. شوف خصائص اللي يسوي هذا. يساوي النسبة ضرب القرض، هذه هي المبلغ. هنا النسبة، هنا نسبة الفائدة فرضا، نسبة الفائدة ما تساوي، ستساوي القرض ضرب النسبة، بيعطيني مثلا هذا نسبة الفائدة أو قيمة الفائدة، مش نسبة الفائدة، قيمة الفائدة 12.5 دينار. الآن في هذه الخلية
انا ممكن اسحب هذا الخليه للاسفل، بيعطيني نتائج لباقي، يعني يعطيني نتائج لباقي الخليه. الان ممكن هناك المجموع الاجمالي ماذا يساوي؟ يساوي القرض زائد قيمه الفائده. هذا بيعطيني المجموع الاجمالي لهذه القروض، بسحب للنهايه. الان فرضا اذا كان هنالك مثلا، كان عندي سداد مثلا مبالغ مسدده، المبلغ المسدد مثلا، لان فرض في القرض الاول كان مسدد عندي 200 دينار، 500، 700، 400، 800، 900، 1000، 1200 و1250. بدي اعرف المبلغ النهائي القرض، المبلغ النهائي للقرض اللي يساوي، المبلغ النهائي للقرض يساوي المجموع الإجمالي ناقص المبلغ المسدد، يعطيني مثلا على أحمد باقي عليه كم؟ الآن يا جماعة أنا بدي أعرف مجموع القروض اللي إحنا كمؤسسة دفعناها، ممكن أسوي يساوي وأحدد القرض من البداية للنهاية، يعني من أول اسم لآخر اسم، وبعدين بسوي عملية يساوي، باجي على هذا هنا، بسوي عملية المجموع. أنا باخذ مجموعهم كلهم، لا باخذ مجموع الخلايا كلها، أو ممكن أن يستعين في صم إنه أنا بختار من الخلية الأولى للخلية الأخيرة، ثم أغلق القوس. الآن هذه الخلية يعني أعطاني مجموع كل القروض. من الممكن أن آخذ هذه الخلية، هذا المجموع، أسحبه على باقي الخلايا. يعني هنا كم نسبة احنا في عندنا 10 عملاء، في عندنا 10 عملاء، كل عميل عليه قرض، نسبة الدين تبعه 5%، في عندنا 50%، هذا المبلغ كم نسبة قيمة الفوائد عليه؟ 400، نفس المجموع، كم المبلغ اللي تم سداده 7%؟ المبلغ، انا ما بدي المجموع، بدي اخذ المتوسط. تاخذ المتوسط، ممكن تكتب يساوي وتختار المين، هذا المتوسط يعطيك أقل رقم، يعني المين أقل رقم، هذا أقل، هنا الأقل أقل رقم. لو بدك أعلى رقم بسوي ماكس، اختار من البداية للنهاية، ثم أغلق القوس، يعطيني أعلى قرض عندي كان بقيمة 1500 دينار، وبسوي له بسحبه لباقي الخلايا. ممكن إنك تأخذ كذلك أمر المتوسط، إذا كان تأخذ المتوسط الحسابي، باجي على هنا المتوسط لهذه الخلايا.
هذا الوسيط او رقم هذا الميدان، بختار الارقام كلها وباخذ الرقم المتوسط منهم كلهم. هذه يعني هذه الثلاث امور، ممكن تاخذ المجموع اعلى رقم اقل رقم او المتوسط، لان في حاله اخرى انه انت ممكن تعرف المجموع من غير المعادله. كيف؟ باجي على الارقام هذه كلها واظللها، الان في الاسفل تحت يعطيني المجموع 9050، عددها 10، المتوسط 905. او ممكن انت ما بدك كلها، ممكن تاخذ اول ثلاث فرض، بيعطيك الناتج مباشرة، المجموع 1550 516 وهكذا. صف وخليه داخل. هل هذا واضح يا جماعة؟ هل أحد عنده سؤال على هذا الجدول؟ هل أحد عنده سؤال؟ نيجي على الصيغ والدوال. يعني الصيغ ايش المفهوم؟ الصيغه هي عباره عن معادله يتم كتابتها لتنفيذ عمليات معينه، مثل العمليات الحسابيه، الجمع، المتوسط الحسابي. تؤدي عمليه رياضيه على الخلايا والارقام، تختلف من داله لاخرى. الان هنا يمكن عناصر العوامل مثل الجمع والطرح، مراجع الخليه، المرجع الخلايا والنطاقات ذات التسمية، يمكن تشير إلى الخلايا في ورقة العمل وخلاف ورقة عمل أخرى. يعني هنا ممكن تأخذ الداتا بتاعتك من هنا مثلا، تأخذها من أوراق، يعني حجة أوراق عمل، يكون هذا المرجع الخاص في هذه الخلية. مثلا هنا ممكن أنت تأخذ رقم مثلا هنا 250 وهذا الرقم، وبعدين تأخذ رقم كذلك أمر من خلية أخرى 250 مثلا، تشوف مجموع من الثلاث، نسوي عملية يساوي هذا الرقم زائد هذا الرقم زائد هذا الرقم زائد هذا الرقم، يعطيني يعني هذا الناتج في النهاية. يعني هذا كله في داخل ورقة العمل. دوال ورقة العمل دال الصم وغيرها من الدوال. الآن هذه الأشكال الرئيسية أو العوامل الحسابية، ممكن يكون في عندك عملية جمع، طرح، ضرب، قسمة، الأس، والنسبة المئوية. الآن زي ما تعرفين في الرياضيات هنالك عمليات حسابية بسيطة وفي عمليات حسابية معقدة. العمليات البسيطة ممكن يكون، ممكن أنت تسوي عملية بسيطة مثلا يساوي هذا الرقم زائد هذا الرقم، يعني الخلية هذه نفس هذا الخلية، أو ممكن الخلية هذه ضرب هذه الخلية يعطيك رقم معين، أو ممكن أنت تسوي تفتح قوس هذا الرقم زائد هذا الرقم، تسكر القوس، ضرب تقسيم اثنين فرضا يعطيك هذا الناتج. أو ممكن تسوي عملية يساوي، يعني هي بالأساس تقريبا نفس عمل الآلة الحاسبة، يعني ولكنك تفتح الأقواس في سبيل إنه تعرف أي خلية تأتي أولا، يعني إنك تعطي من الأولويات في العملية الحسابية. هذا المقصود بهذا الكلام. الآن هنا هذه الإشارات كذلك أمر مهمة. الإشارات أكبر من هذه الإشارة، أكبر من، أصغر من، يساوي، لا يساوي، أكبر من أو يساوي، أصغر من أو يساوي. الآن هذه الإشارات متى تيجي؟ في عندك بعض الدوال اللي هي مثلا دالة إف، دالة المنطقية. يعني إذا كان هذا الرقم اف، الرقم اف يعطيني ترو، اذا غير ذلك يعطيني فولس، صحيح او غير صحيح. باجي مثلا اكتب دالة اف، باجي على اف، الان اللوجيك، لوجيكال تيست مثلا انا بدي
الرقم يكون فرضا 250. الفاليو اف ترو، اذا كانت الفاليو ترو بكتب ايش؟ الفاليو اف ترو 250، الفاليو اف ترو 250. الآن فقط نفتح ذلك من هنا، لأن هذا اللوجيكال، الآن المنطقية اللوجيكال تيست، هذا الرقم أكبر من، بشوف مثلا أكبر من أو يساوي هذا الرقم. الآن الفاليو اف ترو الفاليو اف ترو هذا الرقم أكبر من أو يساوي الفاليو اوف فولس، أصغر من أو يساوي، سوى عملية موافقة. الآن هذا الرقم ظهر عندي إنه أكبر من أو يساوي. ممكن هون نيجي على الكتاب في توضيح لذلك، ولكن هنا بشكل أساسي هذه الرموز يتم استخدامها في دالة F. الربط إذا كان هنالك عامل النص، الرمز أحمد، محمد وأحمد. عوامل المرجح النقطتان تستخدم في تحديد متى، نفس اللي احنا استخدمناه هذا في الجمع. إذا جينا هنا كتبنا صم، هذا الخلية مع هذا الخلية، لأن هذه الخليتين مع بعض سوى عملية صم. الفاصلة إذا كان هنالك مثلا، أنت إذا سوى عملية صم تختار هذه الخلية، ما بدك تختار الخلايا متقاربة، تختار الخلية الثانية مثلا هذه والخلية الثالثة هذه، يعني 3 خلايا من الجدول، يعطيك الجواب النهائي. لأن هنا نفس المثال أخذناه، مثلا الدخل، المصروف، الضريبة 7.5%، وهكذا. هنا الفاصلة المنقوطة، عوامل المرجح، وضع إشارة سالب، إذا كان مثلا عندي خلية من الخلايا فيها إشارة سالب، وضع إشارة سالب قبل الرقم. الضرب أو القسمة، الجمع أو الطرح، المقارنة التطبيقية، أكبر أصغر، أكبر من أو يساوي، أصغر من أو يساوي، وأكبر أو لا تساوي. هذه العمليات المالية. الأقواس المتداخلة، إذا كان في عندنا أكثر من عملية، هذه الحالة مثلا إذا كان في عندنا هنا يساوي، أنا بفتح قوس هذا الرقم زائد هذا الرقم، أغلق القوس، ضرب فرضا هذا الرقم، يعطيني هذا الجواب، وهكذا. هنا إنشاء الصيغ باستخدام المجال رينج، إنه الرينج اللي بيكون في عندك نقطتين فوق بعض، هذا هو الرينج من إلى. هذا الصيغ إذا مثلا إذا كان هنالك أي أخطاء وطلعت لك هذه قيمة الخطأ، اعرف إنه مثلا هذا التفسير تاعها. إذا طلع الـ DIV تحاول تصير قسمة عدد ما على صفر، وقسمة على صفر بتكون غير متناهية. النيم تستخدم اسما لا يمكن للبرنامج يفسد التعرف عليه. الـ NA تشير الصيغة بشكل مباشر أو غير مباشر، يخليه يستخدم الدالة NA تربية عدم توفر بيانات. النل تستخدم تقاطع نطاقين لا يتقاطعان. النم تحدث مشكلة مع قيمة رقمية غير صالحة، كأن تحدث رقما سالبا عندما تتوقع رقما موجبا.
هذه كلها صيغة خاصة يعني الأخطاء اللي ممكن في سبيل إنه أنت لو سويت خطأ معين مظهر لك هذه القيم الأساسية داخل البرنامج. الآن هذا مفهوم الدواء المعادلات، معرفه مسبقا، استخدم في أجزاء حسابات، استخدام قيم معينة، استخدام الوسائط. في عندي دوال مالية، رياضية، إحصائية، وقت، منطقية، قواعد، نصية، هندسية، في بحث ومعلومات. هذه كلها دوال. الدوال الأساسية زي الدوال، هذه عملية الجمع أو المتوسط أو الوسيط. أو في عندك مثلا أكبر من أو أصغر من، هذه صيغة إف. إذا كان مثلا هذا أكبر من 1000، ويكون في عندنا ناتج معين. هذه الدوال المالية. الدوال المالية عددها كبير جدا، يعني هذه مثلا الـ ACCRINT، أرجاع الفائدة المستحقة، الورقة المالية لها فائدة دورية. في عندك عدد كبير جدا من الدوائر المالية، من الدوال المالية. إحنا خلال هذه المحاضرات راح نتعرض لبعض هذه الدوال، وليس كل هذه الدوال. مثلا هنا الـ FV هي القيمة المستقبلية للاستثمار، الـ MBR مثلا الـ Number of Payments، راح ناخذ الـ PMT إرجاع المدفوعات الدورية، قسط الاستهلاك السنوي، الـ PV الـ Future Value إرجاع القيمة الحالية للاستثمار، وهكذا. الدوال المنطقية AND، الـ False، الـ F والـ NOT والـ OR والـ TRUE. هذه دوال الوقت، الديت مثلا، ارجاع رقم تسلسلي، هذه كلها دوال. احنا خلال هذه المحاضرات ما راح ناخذ كل هذه الدوال، فقط راح ناخذ بعض من هذه الدوال. مثلا قبل شوي احنا استخدمنا توداي، انت عشان تعرف تاريخ خاص بهذا اليوم. الدوال الرياضية، في عندنا عدة دوال رياضية بيتم استخدامها في الرياضيات. الدوال الإحصائية، المتوسط الانحرافات، الأفريج، المتوسط الحسابي، هذه كلها دوال إحصائية. الآن إدراج دالة في خلية معينة زي ما تعلمنا، إحنا ممكن هذه الخلية بشكل أساسي، أنا ممكن أدرجها بهذا الشكل، أجي على الخلية بشكل مباشر، أختار نوع الخلية مثلا خلية مالية، وأختار الـ IRR. الآن هذه الخلية لما تضغط على هذه الخلية بيعطيك التعريف الخاص بهذه الخلية. مثلا هذه IRR هي إرجاع نسبة الأرجاع الداخلية للدفعات النقدية. لأن كل واحدة من هذه الخلية عند السهم المظلل هنا بيعطيك التعريف الخاص بالفاليوز. إيش هو مقصود بالفاليوز؟ المرجع إلى الخلايا يحتوي على أرقام تريد حساب نسبة الأرجاع الداخلية، تزيد حساب نسبة الأرجاع الداخلية لها، وهكذا. الآن في كل دالة من الدوال بيعطيك مثلاً هنا في تعليمات حول هذه الدالة، في تعليمات معينة، أو حتى بيعطيك التعريف البسيط لهذه الدوال. هنا البناء الدالة المعينة يساوي ثم يتم عمل الدالة. مثلا هنا زي الدالة الصم اللي احنا أخذناها، صم من رقم لرقم، وهكذا. الآن المجموع بشكل أساسي يا جماعة، المجموع ممكن يكون بشكل أفقي أو بشكل يعني عمودي. يعني مثلا أنت تعرف المجموع لهذا الصف كاملا، أسوي عملية يساوي، وباخذ عملية جمع كاملة. هنا الماكس الرقم الأعلى، والمين
الرقم أقل رقم داخل المجموعة. دالة F هذه الدالة بيرجع قيمة الواحد إذا كان الشريط الحالي يعطي القيمة، وقيمة أخرى إذا كانت تعطي القيمة فولس. الآن الفاليو الـ F تعتبر الدالة F من أكثر الدوائر المهمة والأكثر استخداما في برنامج الإكسل. هنا مثلا فيما يلي المبيعات الفعلية بعض مندوبي المبيعات، وعند تجاوز المبيعات الفعلية المبيعات المخصصة المندوب يحصل على عمولة 10% من الزيادة. هنا الدالة F المبيعات المخصصة المبيعات الفعلية المرتبة العمولة. الآن هنا بدنا نكتب إحنا الدالة العمولة الخاصة. الآن اللوجيك تيست نطبق هذا الكلام هنا على الدالة F. نيجي هنا على نختار F من المنطقية. اللوجيك تيست المقصود فيها أن تتجاوز المبيعات الفعلية المبيعات المخططة. الآن اللوجيك تيست إذا كان مثلا هذا القرض أعلى من أو يساوي 500 مثلا، الفاليو اوف ترو، الفاليو اوف ترو إذا كانت نسبة هذا القرض أقل من 500، الفاليو اوف فولس أكبر من 500. لأن هذه نسبة دالة F راح يعني الدرس القادم راح نبدأ في راح أقول لكم سؤال معين نبدأ في دالة F والدوال الرياضية إن شاء الله. دالة التاريخ، دالة التاريخ إذا كان مثلا عندك هنا أرقام معينة مثلا هون التاريخ اليوم الشهر السنة مثلا كان اليوم 5 الشهر 5 السنة 2020 24 لهنا 2020 23 شهر 4 يوم 5. الآن زي ما انتم ملاحظين هنا يا جماعة انه هذه الدالة كان اجت على شكل تاريخ، انا ايش بسوي؟ بدي انقلها فقط لتنسيق الخلايا بخليها على شكل رقم من غير منازل عشرية، وهذه بنفس الصيغة. أو ممكن أسويها بهذه الحالة. الآن الدالة هذه الديت دالة الديت الآن الير هذا هو الير السنة، بعدين حط فاصلة، الفاصلة هي حرف الواو، الفاصلة حرف الواو، بعدين هو بيسألني بظلل على المنت هذا المنت، بعدين بحط فاصلة على حرف الواو، بعدين على اليوم، بعدين بأغلق، بعدين هذا هو التاريخ أصبح كامل 5/5/2024. هذا مثلا نفس التاريخ إذا كان عندك تاريخ معين الديت. هذه هي بعض الاختصارات الخاصة في النظام، مثلا الـ F2 نقل الأدرج إلى شريط الصيغة، Backspace حذف، الـ Backspace مثلا إذا أنت بدك تحذف هذا باجي على الـ Backspace بحذف، وهذا التراجع باجي على تراجع من فوق، الـ Enter انتهاء من عملية إدخال، الـ Control والـ Shift والـ Enter أو Escape في الأعلى في الزاوية. سكيب إلغاء إدخال في خلية نشطة، مثلا هذه أنا سويت هكذا في عندي خلية نشطة أصبح. لإلغاء الإدخال في خلية نشطة بضغط على سكيب في زاوية الكيبورد.
الآن يساوي أمس إدراج صيغة جملة القائمة الدالة شيفت أند كنترول. هنا الشيفت يعني ممكن أنت تسوي عملية كوبي بي، يعني كنترول وسي، كنترول حرف السي كوبي وكنترول حرف الفي بيست، هذا هو المقصود في الوحدة. F9 حساب تأخذ أوراق العمل الموجودة لتحديد جزء حساب الجزء المحدد انتر. شيفت وناين حساب ورقة العمل النشطة، يعني مثلا هنا ممكن تضغط على F9 و تشوف كم خلية نشطة داخل ورقة العمل. هذا باختصار يا جماعة يعني لغاية الوحدة، تقريبا اليوم انهينا الوحدة الأولى والثانية. الدرس القادم إن شاء الله دالة F مع الدوال الموجودة معنا هي دالة معدل الفائدة الـ MPR الـ PMT، هذه كلها دوال خاصة في عملية الإقراض والاستثمار، قيمة مستقبلية قيمة حالية تايب. راح ناخذ هذه الدوال إن شاء الله ابتداء من الدرس القادم. هل أحد عنده سؤال لغاية الآن يا جماعة؟ احنا بنوقف هون اليوم. الدرس القادم إن شاء الله، الدرس القادم راح نبدأ في دالة F وراح نروح على دوال خاصة بالاستثمار، يعني في عندنا أكثر من دالة خاصة بالاستثمار راح ناخذهم إن شاء الله الدرس القادم. إذا احتجتم أي شيء أنتم ممكن يعني إذا كان عندكم أي سؤال الدرس القادم نجيب عليه قبل البدء في المحاضرة. بخصوص الملف هذا اللي اشتغلنا عليه أنا راح أرسله للإدارة وهم يرسلوا لكم إياه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. Thank you.